يا الله، السلام عليكم بناتنا وولدنا طلابنا، تدرون بنفسكم هاي نص السنة اللي عبرت علينا كلش ضوجتونا، واخباركم كلش مو حلوة، والدرجات اللي ردناها من عندكم وتجيبوها لأهاليكم مو بالمستوى المطلوب. راح اعلمكم هاي الطريقة، تابعوني يوميا سووها بالليل، بعد من تقرون الكتاب الذاكرة تقوم تستوعب والمادة تنحفظ وتسهل عليك بهواي امور. غلاس مال مي تقرأ عليه سورة القدر مرة، يا قيوم 7 مرات، تهدي ثواب الفاطمة الزهراء والشربة، تقول بنية تقوية ذاكرتي أو بنية نجاحي. زين، ماكو واحد بيكم يعرف يقرأ سورة القدر، سووها وترحموا لي، وإن شاء الله بنهاية السنة تفرحون أهاليكم وتفرحون إلي هم وياكم. السلام عليكم ورحمة الله.